السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حصتكم المفضلة هشام كوك. الوصفة تاع اليوم إن شاء الله راح تكون غراتان كريفات. راني متأكد أنها تعجبكم بزاف، راح تعطيكم كامل الأسرار باش تخرجكم كيما لي ريستورون والأحسن. مكونات اللي عندنا، عندنا حاجة الأولى فيرميسان، داكم بالفيرميسان باش نحطوه يطيب ونربح شوية وقت ونهضروا على الكريفات تاعنا. راني داير هنا الماء يغلي، نجي ندير له شوية ملح ونرمي الفيرميسان تاعي يطيب. كيما قلت لكم ما فيه والو، راح ندير له غير شوية ملح، لا زيت لا والو. نجي ندير الفيرميسال تاعي. بون هاد الكونتيتي ماشي نديرها كامله باسكو ما لازمش يغلب الكريفات، على حساب نتوما اش راح ديروا كريفات. تما حنا الفيرميسال درتو في لاروسيت باش البلا تاعنا يجي زاكي. هذا ما كان نجي برك نحركو، لازم نحركو لي بات المره الاولى كي نديروهم ونساوه كامل، نخلوه يطيب حوالي 8 دقائق ونجي نديرو لاروسيت تاعنا منها. هكذا نعاود نفهمكم في لي زانغريديان. الحاجه الاولى لي كريفات من الاحسن تشروها فري وتقشروها في الدار، معليش تشرو قسمه تقدروا وخلاص. هذه هي عندي هنا كميه تاع كريفات، كمية تاع التوم باش نستعملها كاملة على حسب الكريفات تاعي، شوية قارص، شوية كريمة. أنا درت الكريمة باش ما نديرش لابيشاميل باسكو علاه راني داير فيرميسال، ديجا الكراتا تاعي حيجيني شوية ثقيل، وكان نزيد له البيشاميل يجي ثقيل بزاف، لهذا لازم ندير حاجة تكون شوية خفيفة اللي هي الكريمة. عندي فرماج شيدر باش نكراتيني به، الفرماج تاني باش نديرو داخل الخالي تاعي، والزبدة نسوطي بها الكريفة تاعي، أعشاب بروفونس يجو في كامل لي كراتي نورمالمون، والفلفل الكحل هذا ما كان، وشوية ملح بيان سير. هكذا الزبده نحاولوا نكثروا شويه باش الزبده تشربها لنا الكروفات، ونخليها تذوب وتسخن ميم طون المقله باش نجي نسوطي لي كروفات تاعي. اذا هكذا كيما شفتوا دوكا الزبده تاعنا راهي دابت ونسحقها ثاني تكون سخنت مليح، نجي ندير لها لي كروفات. لي كروفات من الاحسن تنحولهم كامل الماء تاعهم، قطروهم باش ما توليش هنا الدعوه عايمه. نسحق الحاجه، نسحق المقله تاعي كي نرمي لي كروفات طيب لي ناشفه غير بالزبده. بسم الله ونديرها مغرب العقل. هنا هكذا برك بسم الله، دوكا هكذا نجي نزيد لها التوم. عندي هنا ندير لها تقريبا الكميه دي تسحق 3 سنات تاع التوم ماكسيموم. نجي نزيد لها شوية فلفل أسود، الملح ندير بيدي جو بريفير باش نعرف شحال راح ندير، باسكو إلا جاني الكراتا مالح راحت البنة تاعو كامل. هكذا يكفي باسكو ديجا الفيرميسال فيها الملح. نزيد لها دقيقة برك نصوطيها مليح وسي بون، نحيها من النار باش تبقى لي حيه مازال باسكو حزيت طيب تاني في الكراتا في الفور تخرج لنا سوا سوا البنه تاعها. هكذا دوكا الكريفات تاعي سي بون راهي تحمرت طري بيان. نجي نزيد لها السيترون بسم الله، نعصرها القارص، القارص يخرج مليح البنه تاع كامل لي بواسون. هكذا عصره مليحه، ونجي دوكا ندير لها الكريمه. الكريمه شوفوا ندير كميه نخليها تشربها شويه من داك النحيه، ومن داك نجي نخدم الكراتان تاعي. الا شفتوه ثقيل نقدر نعاود نرقليه بالكريمه، نزيد له شويه الكريمه. بسم الله هكذا سي بون، نصف الكميه هنا تقريبا نص لتر هكذاك. ونجي نصفي الفيرميسال تاعي، هذا نقص له النار خليه غير بالعقل. نجي نصفي الفيرميسال تاعي بسم الله، نخلي الفيرميسال يقطر هنايا شويه ونولوا الكريفه تاعنا سي بون. الكريمه تاعنا راهي عقدت سي بون، دوكا نجيو نطلعوا ديك الكراتا تاعنا. سي برك النار سي بون كملت معاها والله بسم الله. الله الله واحد الريحه، حاجه فري فري وحاجه كونجلي كونجلي كدب عليك، كل حاجه عندها القيمه تاعها. حبيتوا حاجه بزاف تكون فيها فيرميسال كثروا فيرميسال، حبيتوا تستبنوا الكريفات ما تكثروش الفيرميسال. نجي ندير لها شويه برك تاع فيرميسال. فيرميسال ما بردتوش باسكو راح نديرو مباشره هنا، بصح كي تبقى لكم كميه كيما مثلا دوك هكذا انا راح ندير انا غير هذا الفيرميسال. الا بقات لكم كميه تقدروا تبردوها باش تخبيوها العشيه ولا تستعملوها مده وحده، بس انا راح نديرها ديريكت باسكو دوريجين مع الاول ما كثرتش فيرميسال. هكذا برك بسم الله، نعاود نولي نزيد لها غير شويه فرماج تقريبا هذه الكميه برك، ممكن نخلطها مليح
باش يدوب لي هذاك الفرماج ديجا. هكذا كي داب الفرماج تاعي دوكا نجي نزيد اعشاب منسمه، نخليها هي الاخرى باش ما تروحش الريحه تاعها، على حسب الكو تاعكم. انا نزيد شويه هذه سي بون. دركا شوفوا كيفاش راهو الخليط تاعي، شوفوا كيفاش راهو عاقد. هنا دوكا نجي نزيدوا الكريمه كيما حبيت، لازم يجيني شويه مايه باش لو طون اللي يدخل الفرع يشرب يجيكم سوا سوا. ندير بشويه نخلط. اذا هكذا كيما راكم تشوفوا، شوفوا الخليط تاعنا كيفاش راهو. بون اللي ما يعرفوني يعرفوني، سينو اللي ما يعرفونيش تكتشفوا مع الوقت بلي نحب لي فارس ولي غراتي توجور يجوا مايهين هكذا، تسمى كي يطيبوا يجوا لي كيد، ما نحبهمش يجوا شغل حاكمين روحهم بزاف. بسم الله. انا راح نستعمل هذا المول، نتوما اي مول عندكم في الدار تقدروا تستعملوه. بشنو الكراتون كروفيت من الاحسن تستعملوا لي بار صغار، ما ديروش شغل كرات في مول كبير باسكو ماش تقدروا تقطعوه تنحوه، لازم ينتكل في المول تاعو صغير هكذا. ونجي نعمر المول تاعي بسم الله. وشنو الكميه هذه؟ قلت لكم ندخل لكم شمول واحد، قلت لكم على الاقل على الاقل مينيموم ثلاثه. قالت لنا حاجه برك ندير الكريمه في الوجه باش ما يجينيش هذا الفرميسل باين بزاف، شويه هذا برك نشغل نمشيها برك هكذا باش نقدر نرابي فوق الفرماج تخبى كامل الفرميسل. هكذا الطبق تاعنا راه واجد، نرابيو الفرماج وندخلوه يكراتيني. بون الفرماج تاعي من الاحسن نرابي بهذه صغيره باش يجي صغير ويدوب بالخف ويجي شباب، ما ديروش بزاف الخشينه هذيك. الفرماج اللي حبيتو ديروه ديرو، انا راني ندير هنايا شي دار، نتوما الحاجه اللي تعجبكم ديروها. هكذا راني غادي تكمل الوجه تاعو، وكما راكم تشوفوا من الاحسن الفرماج كي ترابيوه ما يلحقكمش لهنا لي كوتي، الا لحقوا لي كوتي توسخوا بالفرماج لازم تمسحوهم باسكو كي يطيب راح يجيكم هنا محروق ماشي كامل شباب وما تقدروش تكرطوهم. دوكا الكراتا تاعنا راه هو جم، نبقى غير ندخلوه الفرن نشعلوه غير من الفوق ماشي من تحتها باسكو لو طون اللي يجي يكراتيني المول هذا يسخن ويسخن لكم كلش، وكلش راهو طايب بس حقته حاجه طيب. دوكا ندخلوه يتحمر ونعاودو ليكم بسم الله. اذا عاودنا ونينا لكم الكراتا تاعنا راهو واجد، ما بقات غير نزيدو له شويه زعتره هكذا بسم الله. هكذا نفتوها له من الفوق باش كي نجيو ناكلو نحسو بالريحه تاعها تكون فريه هكذا. والوصفه تاعنا راهي واجده كيما راكم تشوفوا محمره ما شاء الله. هذه هي الوصفه تاعنا تاع اليوم، نتمنى ان شاء الله الوصفه عجبتكم تجربوها تنجح لكم، ونلتقي في وصفات اخرى ان شاء الله.